قال أيضا ابن بطال، قال فيه أو ففيه دليل على أن الصدقة تنجي من النار. ما معنى هذا الكلام؟ الكلام واضح. تفضل. نعم، فإذا من أراد أن ينجو من النار فليكثر من الصدقة، من أراد أن ينجو من النار فليكثر من صدقة. وبعض الناس لو قلت له ادفع مال كذا وكذا على كماليات في حياته تجده سخيا، أما قل له ذاك الفقير والمسكين بحاجة إلى أموال لكي يبقى على قيد الحياة تجده يوجد لك الأعذار الكثيرة ويقول لك أنا مديون، وهو مديون للكماليات، ولا حول ولا قوة إلا بالله.